رمضان جاء بأجمل النفحات، خير الشهور وأجمل الأوقات، كل القلوب إلى الرحيم تضرعت بتلاوة القرآن والصلوات. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب. ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب، سيدي يا رسول الله، يا أرشد داع إلى طريق فلاح، يا حامل ذكر يفوق ضوء صباح، يا أعبد من قام بين أهل صلاح، يا كوكب سعد على البرية لاح. أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا ولا زلت سيدا، عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. أهلا وسهلا بحضراتكم في خواطرنا الرمضانية، وقد أوشك شهر رمضان على الانقضاء، والخاطرة النهاردة بعنوان كن مع الله ولا تبالي. كن مع الله ولا تبالي، يعني في البداية أنا بعتذر عن أي تداخل في الأصوات، يعني بسجل في مكان مفتوح، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح القول والعمل. النهاردة يعني حبيت أن الكلام يكون كلام كده من القلب عن ثلاث قصص بتحمل هذا المعنى، كن مع الله ولا تبالي. أي إنسان بيسمعني الآن، أنا أعلم أن هو لديه حاجة، وهذه الحاجة تنغص عليه حياته، وأنا سبحان الله يعني مثلكم، لي حاجات وأرجو من الله عز وجل أن يحققها لي، ويعني أعاني الكمد والحزن بسببها كما تعانون، ولكن جئت أذكر نفسي وإياكم أن الأمر يبدأ عند الله وينتهي بالله، الأمر يبدأ عند الله وينتهي بالله عز وجل. الله عز وجل هو القادر، والله لو تركت ألف باب وتركت باب الله عز وجل لن يفتح لك، إلا إذا أراد الله عز وجل. الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه أيها الأكارم. النهاردة أنا بتكلم عن يعني ثلاث حالات وثلاث قصص واقعية، يعني كان الأمر فيها مغلقا والله عز وجل هو الذي فتحها، فعسى الله عز وجل أن يفتح علي وعليك. أنا أعلم الآن وأنت تستمع لي أن هناك شيئا يعني كبيرا في حياتك ينغص عليك حياة، ربما كانت هذه رسائل مني إليك أذكر بها نفسي ابتداء، لعل الله عز وجل يعني أن يفتح لي ولكم. القصة الأولى يعني حدثت مع أحد مشايخنا، الشيخ عبد الرشيد صوفي حفظه الله، وذكرها في أكثر من لقاء، وده من قراء القرآن الكريم الكبار، وممكن تبحث عن مقاطعه. الله عز وجل أعطاه صوتا طيبا نديا. كان عندنا في القاهرة وذهب إلى معرض الكتاب، وطبعا يعني دي كرامة من كرامات الله عز وجل ونعمة من نعم الله عز وجل. عندنا في مصر معرض الكتاب يقام كل سنة، فيه من أصناف الكتب، فالشيخ عبد الرشيد جه وحمل كراتين من الكتب، وعلى الله بقى إيه أخذها إلى المطار ولا يعلم أنه سيدفع شحن على هذه الكتب. فلما جئ عند الكونتر وكده، فالراجل اللي بيتكلم قال له مطلوب منك مبلغ كذا، وذكر مبلغ كبير، وذكر الشيخ أنه ما كانش معاه أي حاجة، فإني ممعوش أنه يدفع المبلغ دول، فقال له ليس معي. فقال له أنت يعني بتمزح، أنت اشتريت كل الكتب ديا وجيت عند الحساب مش هتدفع؟ فقال له والله ليس معي شيء. فطبعا الراجل الكونتر دون او الضابط اغتاظ منه يعني، فقال له احنا قدامنا حلين، لاما نصفرك من دون الكتب او نصفر الكتب قدامك انت. فالشيخ نظر اليه قال له لا ان شاء الله انا هسافر انا والكتب. فطبعا ده في معتقد هذا الرجل ان ده امر مستحيل، يعني لو ما دفعتش الفلوس 1+1=2 ومش هتسافر بالكتب. فطبعا الشيخ سلم أمره لله وظن خيرا في الله أنه هيسافر هو والكتب بتاعته، والراجل ده تغيظ عليه طبعا، ويعني قال لحد اركن الكتب دي على جنب، ونهر الشيخ يعني. فالشيخ طبعا يعني يعلم جيدا أنه ليس له إلا الله عز وجل، وده درس اللي أنا جاي أتعلمه أنا وإنت، هرع إلى الصلاة.
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه كرب هرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، فذهب وبحث عن مسجد المطار ودخل يصلي لله عز وجل ويدعو الله عز وجل إن الله عز وجل أنت بيدك الأمر، أنت القادر، والأمر مغلق ما معوش فلوس والرجل مش هيسمح له أنه يسافر بالكتب، وطبعا خسارة كبيرة أنه يخسر هذه الأموال اللي دفعها في الكتب ويسافر لوحده، فأخذ يتضرع لله عز وجل. انظر بقى كيف جاء الفرج من الله عز وجل في هذا الموقف الموصد. الشيخ عبد الرشيد بنه كان الطيارة بتاعته الساعة 7 صباحا، فأخذ يصلي لله عز وجل قيام الليل حتى أذان الفجر، أذن الفجر والناس في المطار طبعا يعني ما فيش إمام في المسجد وكده، فوجدوا عليه هيئة الصلاح، راجل لابس يعني عمامة وجلباب وله لحية، فظنوا فيه الخير وقدموه للصلاة، فدخل يصلي صلاة الفجر، وطبعا سبحان الله الله عز وجل أعطاه يعني نعمة القرآن ونعمة القراءة والتلاوة وحسن الصوت فأبدع. فسبحان الله أين المفتاح بقى؟ الله عز وجل يفتح مغاليق الأمور. اللي بيصلي ورا مين؟ مدير أمن المطار شخصيا، سبحان الله راجل لواء يعني عليه من الوقار والعظمة وله منصب رفيع الله عز وجل اختصه به. فلما فرغ الشيخ من صلاة الفجر انبهر هذا اللواء بالتلاوة العظيمة، والشيخ بيقول رأيت دموعه على خده، فبيقول أخذ مني الباسبور وقال له يا شيخ انت الرحلة بتاعتك لسه عليها وقت، فأمتعنا بقراءتك. فأخذ الشيء يرتل القرآن وهذا اللواء يبكي سبحان الله، وأعجب هذا اللواء به إعجابا كبيرا وذهب إلى مكتبه واستدعاه. وذهب الشيخ يعني بيقول لك وجدت تواضع الرجل، والله لم يجلس على الكرسي في مكتبه الفخم، جلس بجواري وأخذ يعني يطلب لي شاي وقهوة ويكرمني غاية الإكرام. وبيسأل الشيخ عن حاله، فالشيخ قال له والله أنا عندي بعض المشاكل كذا وكذا، فأمسك هذا اللواء التليفون واتصل بالمسؤولين من اللي واقف على الكونتر، ده فلان الفلاني، فبقول فأتى هذا الرجل اللي هو كان ايه بيتحداني ان انا اخرج بالكتب بتاعتي، بيقول لك وهو ترتعد فرائصه يعني، فاللواء هذا يحدثه انت معطل الشيخ ليه؟ فإني قال له والله ما عطلته في شيء، ده وهو يرتجف وهنخلص الورق. وسبحان الله نزل وأخذ الشيخ يعني كتبه، والشيخ يعني من حيائه أبقى كرتونتين من الكتب كده أنه يشيلهم وكده، وسبحان الله يعني الله عز وجل يعني حنن قلب هذا اللواء وجعل له عسكري مخصوص يشيل له الكتب حتى باب الطيارة، قال له الشيخ يطلع الطيارة والكتب توضع بجانبه وعسكري خاص يعني سبحان الله يتابعه في الرحلة، وأمر إن الشيخ لا يفتش عند أي بوابة من البوابات، كل ما يعدي على حد يفتكروه يعني سبحان الله سفير أو يفتكروه وزير من دولة أخرى إلى غير ذلك، وهم لا يعلمون أنها فتحت ببركة الله عز وجل. دي القصة الأولى أيها الأكارم، مغاليق الأمور تفتح بالله عز وجل، الأمر يبتدئ من الله وينتهي عند الله، لأن كل قدر هو من قدر الله عز وجل، هو الذي بيده الأمر. الأمر الثاني قصة بحكيها يعني حدثت مع أحد الأحبة، بيحكي لي عن زميلة له في الكلية، هذه الزميلة كانت رفع قضية أن هي تشتغل معيدة وأكرمها الله عز وجل وجاء الحكم القضائي بتعيينها في جامعة فلانية في مصر، وسبحان الله كانت قبلها تعمل في العمل الإداري إلى غير ذلك، فربما حسدها من حولها من القطاع الإداري إلى غير ذلك، فتروح تسأل على ورقها في الجامعة يقولوا لها ورقك في الكلية، تذهب إلى الكلية تقول الورق راح الجامعة، وهكذا أخذوا ينقلونها مرارا وتكرارا، والقسم يطالبها أن هي تقدم ورقها عشان يعتمدوها ويبدأوا ينزلوا لها السكاشن الخاصة بها إلى غير ذلك. سبحان الله في وسط هذا الضيق أحد المسؤولين في الإدارة صارحها وقال لها أن الناس عايزة منك رشوة. زميلي هذا ظن أن الرشوة دي 1000 أو 2000 أو غير ذلك، وكان مبلغ أيضا في هذا الوقت، فسبحان الله كانوا يطلبون مبلغ كبير جدا يعني يقدر فيه حوالي 25,000 جنيه أو وقتها يعني، وينظرون إليها أن أنت صرت معيدة إلى غير ذلك.
وهي إنسانة فاضلة يعني لا تملك هذا المبلغ، وماذا تفعل؟ أغلقت الدنيا في وجهها. انظر إلى حل الله عز وجل، انظر إلى مفتاح الله عز وجل. والله العظيم أغرب من الخيال. صديقي هذا يقول يعني كنت أسافر بلدتي فأنزل المنصورة ثم بعد ذلك أتجه إلى بلدتي في مدغمر، فسبحان الله لا يوجد أتوبيسات ولا يوجد عربيات تنقله، فسبحان الله هناك يعني بلد وسيطة ما بين مدغمر وما بين المنصورة، جاءت عربية لها. فصاحبي هذا يقول يعني بدل الانتظار أنا أقطع الطريق واختصر المسافة وأذهب إلى هذه البلد الوسيطة، وبعد كده ممكن ألاقي من هناك عربية تاخدني إلى مدغمر. وبالفعل ركب هذه السيارة. سبحان الله، انظر إلى أقدار الله عز وجل. وهو يركب السيارة في الكرسي الأخير يعني بدأ يصلي، كان على وضوء فبدأ يصلي. بعد ما أنهى صلاته أحد الركاب في الكرسي الأخير بيسأله، بيقول له يعني ينفع أن أنت تصلي في العربية هكذا وهكذا؟ فأخبره أن يجوز وهكذا، وسند له بعض الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته إلى غير ذلك. فهذا الرجل سبحان الله أعجب به وسأله أين تعمل، فقال أعمل في جامعة كذا وكذا. فبدأ هذا الأخ اللي يسأله يقول له تعرف فلانة؟ قال نعم تعرف فلان، نعم، وكأنه يعيش معهم في هذه الجامعة، يعرف كل أفرادها سبحان الله. فسألوا يعني سبحان الله تعرف هؤلاء من أين؟ فقال له أنا والله أمسك المنصب الفلاني في جامعة كذا، وانتوا كنتوا معانا جامعة واحدة ثم انفصلتم عنا، ولكن الشغل الإداري ما زال بينا متواصل، فأنا أعرف كل هؤلاء. وانظر بقى إلى الأمر، برجعك لقصة مرة أخرى. سبحان الله، يعني جاء ذكر هذه الزميلة بقدر الله عز وجل وحكى له قصتها. من الذي أورد قصتها على لسان الله عز وجل؟ سبحان الله، هذا الرجل تأثر كثيرا بقصتها، وكان الكلام ده يوم خميس، فقال له تقدر تكلمني يوم الأحد، وأعطى له تليفونه. فهذا الزميل سبحان الله كلمه يوم الأحد وذكره، وهنا انقلبت الدنيا رأسا على عقب. سبحان الله، انظر إلى مفاتيح الله عز وجل. سبحان الله، يوم الأحد هذا الزميل يعني لم يكن يعلم صدق هذا الرجل، فلم يحدث زميلته بأي شيء، ولكن يوم الأحد في آخر اليوم على الظهيرة انقلبت الدنيا، وبدأت الاتصالات تتوافد على الإدارة، وأين ورق فلانة، أين ورق فلانة. سبحان الله، تيسرت الأمور. وزميلي هذا يقول أحد المسؤولين في الكلية يعني وجدته ينظر إليها ويقول لها ناس كبار في الجامعة بيسألوا عليك يا فلانة. سبحان الله، وهو لا يدري شيئا. فتبسم هذا الصديق وأخبرها بكل شيء، وأخرجت الأوراق وتعينت بفضل الله عز وجل، وهي دكتورة فاضلة الآن بتعمل في هذه الجامعة، ولله الفضل والمنة. أيها الإخوة الأكارم، الأمر يبدأ عند الله وينتهي عند الله. مقادير الخلائق الذي قدره الله عز وجل، والذي قادر على إخراجك من الضيق الذي تشعر به الآن هو وحده جل وعلا، هو من بيده الأمور، فقط سلم أمرك إلى الله عز وجل. والله أذكر نفسي وإياكم، والله أنا في أشد الحاجة الآن إلى فرج الله عز وجل، ولكن عندي ثقة ويقين أنه سيجعل لي فرجا ومخرجا عما قريب. القصة الثالثة وأنهي بها، وعذرا على الإطالة، قصة حدثت لأحد الأفاضل أيضا، بيحكي لي أن ضاقت به السبل في دراسته للماجستير وضيق عليه الأمر، وقعد 6 سنين في الماجستير هذا، وفي السنة الخامسة سبحان الله سلم الرسالة، والمشرف يعني لم ينظر إليها أصلا، ووضعها في الدرج ويسوق عليه الناس يمنة ويسرة. أبدا، الأمر مغلق تماما. سبحان الله، انظر إلى فرج الله بقى. سبحان الله، انقطعت به الأسباب، وفي نفس التوقيت ابتلي بابتلاء آخر. الجامعة الذي يعمل فيها رئيس القسم كتبه يعني وأمضى على قرار من مجلس قسم إن هو لو يسلم الرسالة خلال ترم سيضطر إلى إلغاء تسجيله، لأنه كان مسجل في جامعة خارجية. سبحان الله، ضاقت عليه الأمور، ولكن الفرج من الله عز وجل، ليس بيدك أمر. انظر إلى الفرج بقى كيف جاء. هذا الشخص اللي بيحكي لي كان في الجامعة بتاعته، وأتى له شخص يعني شاب كده بسيط يسأل عن دكتور في قسم آخر، فنزل معه يسأل على هذا الدكتور لم يجده،
فهذا الشخص أراد أن يساعده فأعطاه يعني بعض الأشياء. ثم بعد ذلك يعني قال له أنت عايز الدكتور ده ليه؟ فقال له والله أنا كنت يتيم طول عمري أنا وأختي، ووضعنا في ملجأ في كذا في منطقة كذا، واللي كانت بتنفق علينا هي والدة هذا الدكتور أو الأستاذ الدكتور اللي بسأل عنه، وهي توفيت، فلما توفى الله عز وجل طردونا من الملجأ، فجئت يعني أقول لابنها الحالة لعله يعني يتكرم علينا وينفق علينا. سبحان الله. فهذا الزميل بيحكي لي ان هو سأل عن بلدته فوجدوا من الزقازيق، ودي نفس البلد اللي كان بيدرس فيها الماجستير، وكلم أخوه سبحان الله في هذا الأمر، فأخوه أعطاه تليفون بحيث يحصل إيه تواصل دائم بين هذا الشخص وبين زميلي، وسبحان الله قابلوا في الزقازيق وأعطى له التليفون وظلوا على تواصل. هنا حدثت حادثة أخرى لهذا الشخص، إن الأيتام في الملجأ كده لما بيبلغوا يعني سن البلوغ وكده بيزوجوهم من بعضهم البعض، فأخته كانت على وشك الزواج والملجأ رفض أنه يتجوز إلا لما تجيب الحاجات الأساسية غسالة تلاجة إلى غير ذلك. وزميلي هذا أيضا كان على وشك الزواج، كان بيجهز نفسه للزواج. سبحان الله، انظر بقى إلى مفتاح الله عز وجل في هذه القصة، فآثر هؤلاء على نفسه وأعطاهم المال اللي هو كان بيجهز نفسه وقال لك ربنا إن شاء الله يتولاني. وسبحان الله ذهب إلى هذا الأخ في يوم محدد، يذهب إلى مشرفه في الزقازيق واتصل بالفلان وقال له أنا هجهز لك المبلغ تجيبه بيه الغسالة أو التلاجة وربنا يسر الأمر وكده. فسبحان الله ذهب إليه في اليوم وأعطاه النقود وهكذا، وذهب إلى مشرفه لا يعني على شيء، ما كانش في دماغه، كل مرة بيروح والراجل يرد وخلاص. في هذا اليوم انظر بقى إلى مغاليق الأمور وكيف تحل الأمور، بعد 5 سنين والسنة السادسة دخلت، سبحان الله الأمر ينحل من الله عز وجل. في نفس اليوم الذي أعطاه هذه الصدقة تحول قلب المشرف بقدرة القدير جل وعلا، وقال له 4 ساعات وتعد علي تاخد الرسالة وترسلها إلى المحكم الخارجي عشان هتناقش رسالة الماجستير. كيف كان هذا الأمر؟ بالله عز وجل بعد سنة كاملة يسوق عليه الكبار في الكلية والزملاء لم يتحرك، والله ما تحرك إلا بهذه الصدقة، والله ما تحرك إلا بهذا المعروف. سبحان الله ذهب إليه وأخذ الرسالة وناقش. هذا هو البركة الأولى. البركة الثانية، هذا الزميل كان له أخ بيتعالج من فيروس سي الكبدي الوبائي، لما ذهب في نفس اليوم إلى والدته أخبرته أن نتائج التحاليل بفضل الله عز وجل سلبية، وإن أخوه قد برئ بفضل الله عز وجل في نفس اليوم. هذه هي الكرامة الثانية. الكرامة الثالثة، أمه أيضا كانت تعاني من فشل في الكبد وكانت تعاني من فيروس سي وكانت تعالج على نفقة الدولة، في هذا الأسبوع تحديدا كانت نتائجها بفضل الله عز وجل أيضا سلبية. والله هذه قصة حقيقية، والله هذه قصة حقيقية. مهما أغلقت الأبواب في وجهك اقصد باب الله عز وجل، هو القادر على أن يفتح لك مغاليق الأمور. أنا أعلم أيها الأحبة أنني أطلت عليكم في هذه الخاطرة، ولكن هذه كلمات جاءت من قلبي إلى قلوبكم. أسأل الله عز وجل ألا تنسوني من صالح دعائكم، أسأل الله عز وجل أن يفرج عني وعنكم، أسأل الله عز وجل أن يفتح لي ولكم، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولوالدي ولوالديكم المسلمين أجمعين. لا تنسوا إخوانكم في هذه الأيام، أيام البركة، أيام التوفيق من الله عز وجل في شهر رمضان المبارك، من أهل غزة ومن أهل سوريا والسودان ومن أهل أمة الإسلام من صالح دعواتكم. وهذا ويعني الله عز وجل يعني أسأل أن يكون قد وفقني في إزداء هذا النصح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.